بنرحب بالفنانة الشابة اللي منورانا النهارده في بوابة أخبار اليوم، الفنانة منى ممدوح منورانا النهارده في أخبار اليوم. يا منى نوراني ومبسوطة إن أنا شفتك، ويا رب يا رب نشوفك على طول. ببارك لك النهارده على فيلم القشاش، وعايزين بقى تكلمينا عن الفيلم ودورك والجو العام بقى بتاع الفيلم. بصي، الجو العام هما حوالي 25 ممثل، كله عمل شغل حلو قوي. هو مش كله بيعمل دور كبير، بس كل واحد بيعمل الشخصية بتاعته حلوة قوي. أنا بعتبر دوري كبداية الفيلم فتحة الفيلم، يعني الحدوتة بتدور من قصة إيه اللي حصل لفراج معايا، هو اللي قلب الدنيا كلها، واللي خلاه يعرف حرية، واللي خلاه الدنيا الأحداث تحصل له ويبقى القشاش. دوري انا حاسه ان انا برضو البلت الاسكندرانيه، وقبل كده احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده، بعد فض اشتباك وبعد تحت الارض انا حاسه ان انا اتسكنت. بعد ما بقيت كنت بنت اللي هي البنت النايس القوي، البنت اللي على طول بيعتمدوا عليها في الادوار العاديه، البنات الكيوت كده، اول مره اعمل البلدي. فالسنه دي انا مبسوطه جدا ان انا بدات اعمل ده، وعامله البنت الاسكندرانيه هنا حلوه قوي، بنفس اللكنه ونفس اللهجه بتاعتهم، فان شاء الله يعجب الناس. فتحه الحدوته والماستر سين بتاع الفيلم هو قصه منى والبنت اللي قابلها فراج واللي بيحبها، وايه اللي هيحصل له، وايه اللي هيخليه يبقى كده، وايه الحدوته هتخلص على ايه من بدايه حدوتي معاه. نعرف برضو ايه اللي شدك في السيناريو وخليكي وافقتي ان انت تعملي فيلم القشاش. بصي، انا دايما لو ما جاليش السيناريو ببقى مثلا لو على علاقه، يعني لو اعرف المخرج او كده، يعني اسماعيل فاروق مخرج صديق جدا 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 من زمان، فقعدنا فقال لي والله الحدوتة 1 2 3 في دور كده، تعالي ايه رأيك، طب حكي لك الحدوتة، فحكي لي الحدوتة، فلقيت الموضوع حلو قوي شدني، فقلت لي لا، وحسيت ان انا عايز اعمل ده قوي، يعني ده اللي هيقربني من الناس، لان الناس دايما بتبص دايما للبنت اللي من زينا، يعني عايزين يشوفوا الشخصية دي برضو يعرفوها كويس قوي. فالحمد لله نقلتها كويس الفيلم، عملت الحدوتة. هو الدور مش كبير بس كله كده، يعني الفيلم الحدوتة بتاعت الفيلم كله، كل الشخصيات اللي هتظهر لك في الفيلم حاجة بتحصل وبتخلص، زي مثلا فيلم ساعة ونص كله بيحكي حوار في ملخص وبيختفي، بس أنا مبسوطة بيه قوي، والفيلم هيعجب إن شاء الله الناس. نعرف بقى كواليس العمل وكواليس كمان مع الفنان محمد فراج، وانا عارف ان ده اول تعامل يجمعك بين محمد فراج. مش ده اول تعامل بفراج، فراج اتعاملت معاه مش تحت الارض، في اسمه ايه اللي قبله السنه اللي فاتت، اسمه ايه، طرف ثالث، اتعاملت معاه في طرف ثالث، بس ما كانش في علاقه بيني وبينه في الاوردر، يعني او في التصوير او في الكرو. بس هنا الموضوع مختلف، من النجوم الكبار اذا كان الفنانه عفاف رشاد او حسن حسني، كل النجوم، مش عايزه انسى حد. انا لما كنت بقابلهم في التصوير كل الناس حابه بعض، كل الناس جايه بتنقل قصه وبتنقل روح حلوه. فعلا فعلا انبسطت في التعامل مع الكرو كله، واتمنى ان انا اتعامل معاه تاني. انت شايفه الافلام الشعبيه ايه في الفتره الاخيره؟ هل انت شايفه دلوقتي ان كل المنتجين بيتجهوا ان هم يقدموا افلام شعبيه عشان هي دي اللي بتحقق ايرادات دلوقتي؟ بصي، انا مش هقدر اقول لك ده، عشان انا مش انا اللي يعني مش انا اللي بعرف الحدوته، بس لو هقول لك انا حاسه ان نسبه المشاهده في التلفزيون دلوقتي بقت بتفكر ان بتحب الحواديت بتاعت الناس البسيطه. يعني انا شايفه مثلا في افلام كتيره شعبي نازله السنه دي، لو برضو بتتابعي هتلاقي 3/4 الافلام النازله عيد كمان شعبي. انا حاسه ان احنا بنلمس حاجه عايزين نقرب منهم قوي. دايما كنا بنعمل افلام، كل الافلام طبعا ليها حوار وليها مخرج منها، ان انت بتوصلي لحاجه، بتوصلي مسج، بس اعتقد ان الافلام دي محتاجه وقت، يعني ده وقتها ان احنا نبقى معاهم، عشان هم محتاجين ان احنا ننقل صورتهم للناس. انت بقى نعرف منى بتحضر ايه الفتره الجايه؟ بصي، انا بعد القشاش انا في فيلم برضو نازل العيد، هاتولي راجل، برضو فيلم دمه خفيف، يعني لسه رمضان، بس ان شاء الله باذن الله في شغل كويس قوي، ويا رب يا رب السنه دي برضو الناس تعجبهم بعد فض اشتباك وبعد تحت الارض وبعد الاذاعه. انا حاسه ان انا لما هقلب في شخصيه البنت البلدي دي الناس هتحبني اكتر. بنتمنى لك التوفيق يا منى، وهنكون برضو اكيد معاكي في هاتولي راجل. ميرسي، باي باي.